هل في أنواع في الحول، وإيه الفرق ما بين الحول الدائم والحول المتقطع؟ الحول كلها ليها علاقه بحاجه، موضوع مهم جدا، ان هو انسان عنده فيه مشكله في النظر اولا، تمام، او مشكله في عضلات العين. في مرضى يلبس نظاره، عنده طول نظر، يلبس نظاره الحول يروح، او عنده قصه نظر، لا اما اللي هو بنسميه الحول الوحشي، لا اما مرميه لبره، قصه نظر عاليه، يلبس نظاره تتعدل خلاص. يبقى اذا علاجنا الاساسي تظبيط المشكله الاساسيه اللي هو النظر. لو ظبطت النظر الحول يتظبط. لكن في طفل عنده 6 شهور وفجاه عنده حول ما لهاش علاقه بالنظر، 6 شهور لسه نظر مش كويس، ونيجي نفحصه نلاقي مشكله، ما عندوش نظر، نظره ممتاز، ما فيش مشكله. ما الحول ده حصل ايه؟ مشكله في العضلات. اما ممكن يكون مولود بيها؟ بالظبط، ساعتها بنسميه حول خلقي، ده هو مولود بيه، ده ملوش غير عمليه. على طول. والعمليه بسيطه جدا، احنا اتكلمنا قبل كده في جداً. النقطه دي جدا. عمليه بسيطه جدا. ايه اللي بيتم طب في العمليه لو ما هي عضله شد، عضله ماسكه مكان لمكان وشد، انا منطبص بفكها مكان وارجعها لورا، رختها بس منطبص. قلت لي قبل كده قبل ما ندخل على السؤال اللي بعده، قلت لي قبل كده ان كل العمليات دلوقتي بقت الخاصه بمشاكل العين بكل انواعها بقيت حاجات بسيطة جدا صحيح. ما يعتبرش عملية جراحية. لا لا، موضوعنا بقى بسيط طبعا. مشكلة الأطفال احنا طبعا هنضطر نعملهم ببنج كلي، لأن الطفل مش هيتعاون، هيكون غير متعاون، فمضطرين نعملها ببنج كلي. لكن حتى دي احنا بنتكلم على عملية بتستخدم حوالي 10 دقايق يعني مش أكتر. ولو مضطر، لأن أنا ممكن أسيب الطفل لغاية ما أشوف، يعني لو النضارة بتعدل مش هاجي جنبه. احنا قلنا عن المعلومة دي قبل كده. لكن يعني كان عندي امبارح طفلة، أول امبارح طفلة هي زائد درجتين طول نظر، تلبس النظاره في حول شديد، تلبس نظاره ما زال في حول، ساعتها احنا مضطرين نعمل عمليه الحول.